جاي اصعب بقى انسي خلي بالك. كسبناهم قبل كده بطل بس الامريكا ان شاء الله ان شاء الله احنا قدها. طبعا هي مش مقياس ابدا لان هم اتحاد جده كان داخل برضو بيقول نفس الجمله، احنا ارقامنا مع النادي الاهلي لصالحنا او الكفه لصالحنا اكتر، فما فيش حاجه متوقعه ابدا في كره القدم. لا يمكن تقدر تقول لا الفريق ده فرصه اكبر. برضو بتلعب مدرسه برازيليه يعني هو انت مهما كان متصدرين الدوري بتاعهم وهو داخل عنده دوافع كبيره جدا وحقه وعارف هو بيواجه مين برضو، هو كان منتظر برضو هذه المواجهه بشكل كبير. ولو ان برضو لو انت كنت بتتابع الاستوديوهات التحليليه مش هقول البرازيليه ما وصلتش لهناك قوي بفتي بس ردود الافعال من المحللين انا بتابعها اللي مطلعين يعني كان بيتكلموا ان الفريق البرازيلي كانوا بيتكلموا البرازيليين عامه والصحف هناك متوقع كان اتحاد جده الاكثر نسبه هو اللي هيفوز وهم اللي هيواجهوه بالمناسبه يعني. ففعلا فوز النادي الاهلي يعني كسر توقعات ناس كثيره جدا كانت بتقلل او كانت متوقعه نتيجه يعني عكسيه، فده أمر أكيد رائع جدا. والأمر الرائع أيضا من الأمور الإيجابية اللي أنت بتتكلم عنها محمد الشناوي، يعني بجد حارس مرمى الفريق ومنتخب مصر هذا اللاعب المحترم جدا محمد الشناوي اللي بجد فرض نفسه وفي تاريخ هنا بنقول بطولة كأس العالم للأندية بشكل كبير جدا. خلال أولا خلينا نرجع شوية، عندك ركلتي جزاء في نسختين كانوا مختلفتين تماما في البطولة، تصدي الأول لو حضراتكم فاكرين نرجع شوية كده وكان أمام لوكا مودريتش اللي هو كان 2022 تحديدا كان مواجهة الأهلي وريال مدريد، والتصدي الثاني أمام طبعا بنزيما اللي احنا كلنا تابعناها اتحاد جدة ونسخة كأس العالم للأندية 2023، والاثنين واخدين يعني اللاعبين البالون دور كأفضل لاعب في العالم. اللاعبين دول اللي كانوا بيرموا أو بيشوتوا على محمد الشناوي أو بيسددوا في مرمى الشناوي واخدين البالون دور، فأنت بتتكلم في قيمة وقامة حقيقي يعني كبيرة جدا. بس برضو محمد الشناوي قيمة وقامة كبيرة جدا عربية وافريقيه ومصريه، فبجد كان متالق جدا وزي ما بقول لك بصراحه هو كسر كل التوقعات لان التوقعات كانت 50-50، فلا بجد ابهرنا وحتى